أن تخلص النية لله تعالى عند تقديم الهدية. يفضل أن تتناسب نوع الهدية مع الشخص المهدى إليه. من الأفضل أن تكون الهدية مغلفة بمنظر جميل وترفق معها بطاقة تهنئة. اختيار الوقت المناسب أو المناسبة الاجتماعية لتقديم الهدية. حبذا تقديم الهدية في جو يملأه السرور والبهجة. تقديم الهدية بوجه مبتسم وكلام جميل بعيد عن الحزن.